رح نبلش معكم مشاهدينا بفقرتنا الخاصة بالتغذية. يعد الدماغ والجهاز العصبي من أكثر أجهزة الجسم تعقيداً، وبيحتاج الجسم لنظام غذائي متوازن صحي ومتنوع بجميع العناصر الغذائية لتطوير الجهاز العصبي قبل الولادة وللحفاظ على الخلايا العصبية الدقيقة وأيضاً الأعصاب خلال الحياة. وأكيد ورد في عدد كتير كبير من العناصر الغذائية اللي هي تعتبر ضرورية إن كان للدماغ أو حتى لوظائف الجهاز العصبي المركزي. كيف منعود يا ترى النقص يلي ممكن يصير عنا، وكيف منعود بالضبط نقص فيتامين بي وخاصة بي 12؟ يعني بي مثل ما بنعرف في كذا فيتامين، ولكن بي 12 يلي بيقولوا كتير مهم هو للأعصاب، كيف ممكن نحن نعوضه وشو هي أعراض هذا النقص؟ رح نتعرف على كثير من المعلومات مثل العادة مع الدكتورة اختصاصية التغذية ثواب الغبرة. صباح الخير دكتورة. يسعدي صباحك. صباح الخير يا دكتورة. يا سلام ورد. أنا ما بعرف شو عم يصير بقانون الجذب، صار لي يومين عم فكر بفيتامين بي واليوم عم نحكي فيه. طيب شو الفيتامين بي؟ بي 12 مزبوط إنه هو ما بيفيد غير الأعصاب، وين بيتواجد؟ وأصلاً ليش بيصير بالجسم نقص بفيتامين بي؟ هلا أنا حبيت كلمة بالمقدمة حكيتها إنه قبل الولادة كلياتنا بنهتم بالجهاز العصبي، وهيك ما حدا بينتبه إنه أهم عناية بتقدمه الأم لوليدة بجهازه العصبي هو إذا انتبهت بين الشهر الثاني والثالث. الدكاترة كل النسائية بيوصفوا الفوليك أسيد فيتامين بي 9. هلا في بعض عائلة فيتامينات بي بيهمنا بفيها للنمو الأنبوب العصبي اللي هو فيتامين بي 9 اللي هو الفوليك أسيد، وكل العالم تأخذها كحبوب، ونحن منتغافل دور الموز. الموز كتير رائع لنمو الشيء اسمه الأنبوب العصبي، لكن مدى ما صارت الولادة صار في عنا ما بقى تصير في عندنا تكاثر بالخلايا العصبية، صار في إنه نحافظ على سلامة هالخلايا العصبية. هلأ بي 12 من أهم فيتامينات اللي بتعمل توازن بين الأنبوب العصبي وبين النواقل العصبية، لذلك يعد أهم فيتامينات عائلات فيتامينات بي بالاهتمام بصحة الجهاز العصبي. تمام. ونحن منخربط كتير بشي وصفات الجهاز العصبي إنه نحن في أحيانا عندنا مشكلة بالنواقل، وعندنا أحيانا مشكلة خلل بالأنبوب العصبي. تمام. وأحيانا عندنا مشكلة خلل بالمركز، وما أبداً نبلش بقى بنعطي طربوش هذا لرأس هذا. ما منميز بين هذا الخلل اللي عم بيصير. أحد الأنواع الخلل عدم وصول رسالة التيار الكهربائي اللي قاعد بالجهاز العصبي وتحوله لرسالة كيميائية عن طريق الناقل العصبي، اللي هو السيد اللي بيوصل الرسالة وبينقل الإشارة الموجية بين كهربائية لك توصل كيميائية، هو أهم فيتامين بي 12. طيب دكتورة، يعني بي 12 يعتبر إنه من أهم العناصر الغذائية اللي هي لازم تكون متوافرة، لكن مو كافي. ولكن ما أنا كافية، شو هي العناصر الثانية اللي لازم تكون موجودة بكمية كافية؟ المغنيسيوم والكالسيوم. المغنيسيوم كتير مهم لشيء اسمه تخفيف الشحنات الساكنة اللي بتترافق مع الجهاز العصبي، لأنه إحنا بنعرف إنه كلها شحنات ساكنة، كلها تيارات كهربائية عم تطلع من المراكز توصل الرسائل للنواقل. تمام. وللنهايات. المغنيسيوم بالذات بيعمل عملية توازن الشوارد تبع الجهاز العصبي. طيب. فنقص المغنيسيوم فورا بيصير عندك متى ما كنتك العصب كنتاكت العضلة اللي معه. وهلا نحن بنقول عصب الشغلة هو حياة الشغلة، يعني متى ما فقدت الجهاز العصبي، لك حتى الدرس وقت بتقيمي عصب وبيستهينوا العالم كتير بسحب العصب تبع السن، بتلاقي عمره الزمني راح مع أول. صحيح. أول سن بيتساقط بكل اسألي أطباء الأسنان هو السن المسحوب عصبه طبعاً، لأنه راحت حياته، مناعته راحت كل هالأمور هي. تمام. فنحن بدنا نحكي على الأعصاب بالذات. نحن هلأ نحن في شغلة عنا يا حتى ما يغادرنا الوقت. الفكرة الأساسية أني أنا بالنسبة لنا الجهاز العصبي عندي في عنا نواقل عصبية بيصير فيها خلال، أهم هلأ نحن نحكي فيها إنه إذا صار في عندي مشكلة فيها هي مادة الموز. الموز صعيم هلأ سمنا يمكن معتدل صار، بس إجمالاً مص الموز كتير بشكل عندي إياها الناس اللي عم تعامل من تنميل وخدران. هي عندها مشكلة بتوصيل الإشارة العصبية لناقل عصبي. شو المادة الفعالة؟ الموز عندك إياها فيها بفيتامين بي 6، وكمان بعض بواقي عندي فيتامينات بي 12، بس بي 6 هو أكثر. البي 6 كمان بيعمل على رفع مناعة النهاية العصبية، وكمان لمساعدة ترجمة الرسالة العصبية. تمام. إلى مادة كيميائية. تمام. بتعمل توازن بالنواقل. الشيء الثاني اللي بيهمنا أمره لصحة الجهاز العصبي فيتامين دال.
هذا فيتامين دال كتير مهم لمنطقة عند فيها تغليف المادة الميلانين للعصب، خاصة الناس اللي بتعمل عندها ضرر تأذي فيزيائي للعصب. فهذا المشكلة هي كلياتها هي نحن بننتبه عليها، انه بدي شيك على فيتامين دال. شيء ثاني، في مواد اسمها فيتامين اي، وكل شيء الأغذية اللي فيها فيتامين اي. هلا في ناس عندك اياها بتقول لك انا بلش الخدران بعدين الحرارة بعدين ما عاد حسيت بالأطراف، تمام. فهي الأشياء هي كلياتها بنقول عندي اياها بوصفة سريعة لإلها، إذا جبنا نحن شوية كباية حليب عندي إياها أو كباية لبن حطيناها ضربنا فيها خلاط ثلاث تمرات فيها مركبات الفيتامينات الثلاثة البي 6 وبي 12 وبي 9 وحطينا معها معلقة عسل، هي وصفة رائعة للجهاز العصبي من المركز للعصبون وللأمور هي للعصب وللنواقل. حتى لو كان متأذي العصب دكتورة ممكن بيعمل عملية إعادة مثل ما بيقولوا، بيخلي في حياة للصفيان من العصب، لأنه بصراحة نحن بنقول وقت بيعتل العصب أو بيلتهب ما عاد في خط رجعة. لذلك رب العالمين حتى بالعصب جهز لنا بآلاف الأسلاك العصبية ضمن العصب بحد ذاته، وكمان جهز لنا آلاف الخلايا العصبية، يعني بحيث حتى لو صار مثلا مثل عندنا الأمراض العصبية يعني المناعية مثلا مثل التصلب اللويحي أو انخرب مركز ممكن ننشط مركز ثاني، يعني ما في حالات علاج لهيك القصة. يعني لا يأس الإنسان يقول ما في علاج، في ممكن إنسان دكتور يقول له ما في علاج، بس في لازم يكون الأدق والأرقى من هيك إني لا أعرف. شبه كلمة لا أعرف، مو تيأس الإنسان من رحمة ربه. لذلك لأنه العلم لسه عم يتكشف شغلات كثيرة بالجهاز العصبي، إنه يومياً في بدائل يعني. في شغلات كثيرة فيك إنك أنت تحرك العصب عندك ياها. الشيء الثاني العامل الفيزيائي والعلاج الفيزيائي للعصب، يعني مشي على الرمل بالنسبة لنا نحن عنا ياه ما بنقيمه من أرضه، هو بيسحب الشحنات الساكنة كلها المتراكمة على الجهاز العصبي، مضادات الأكسدة بترجع بتشتغل ناحية النواقل، يعني بترجع بتصير في تجانس تواصل بين العصب وبين الناقل. فبيرجع المريض السكري بيحس برجله، بيرجع على الامور هي كلياتها علاجات رهيبه هلا عم تتطور العلم فيها، لكن نحن بمعزل عنها بس بنشاطرين نقراها بمعلومه نت وندير ظهرنا ونبلش ناخذ المسكنات. المسكنات اكبر مدمر للجهاز العصبي، خاصه المسكنات اللي بتعتمد على تسكين المراكز العصبيه، اطفاء جهاز الالم بالمراكز. على عكس المسكنات، هو المسكنات كلها يمكن لها اثار سلبيه، ولكن المسكنات اللي بتشتغل على مستوى الناقل العصبي اهون من اللي بتشتغل على مستوى المركز العصبي. بدنا نميز مع الدكتوره ثواب اللي عم تعطي مشكوره معلومات اكاديميه كثير دقيقه بين الجهاز العصبي المركزي، بين الاعصاب المحيطيه وبالاعصاب الطرفيه، بين غمد النخاعين وشوان، بين اللي بيترمم واللي ما بيترمم بالجهاز العصبي. طيب رح اعكس السؤال، عم نحكي عن الأغذية المفيدة للجهاز العصبي، شو الأغذية الضارة بالجهاز العصبي؟ شو منتناول مكونات نحن يومياً ومنلاقي إنه نحن أعصابنا تعبانة؟ ثلاث مكونات هي جداً خطيرة على الجهاز العصبي، السكر الأبيض، الشيء الثاني النيكوتين، التنباكات اللي عم تصير هلأ بالأراجيل والأمور هي، هدول الأمور هي كلياتها، الدراكس والمسكنات نحن بنحكي عنها كل واحد بحسب حالته، لكن كمان هلأ في شيء جديد اللي هو عندك ياها هي اسمها الأغذية الهرمونية أو المهرمنة. هاي الأغذية الهرمونية بتعزل فعالية تحول دي 2 لدي 3، وهذا دي 3 هو اللي بيعمل ترميم لاي تخرب بماده الغمد الشوان لماده الميلانين الماده البيضاء، وهي اذا تخربت كثير صعب يرجع العصب يرممها. هلا هدول الاشياء اذا في حال الانسان بلش يتعامل معهم بتقليل، يعني انا ما بجي جاي احكي مثاليات، انسان عم يدخن 3 باكيتات سيجاره باليوم، مو غلط جدا ابدا انه يعمل عنده يا نهار بالنسبه له ياخذ شغلات منقيه للنيكوتين لكبده، مثلا مثل المي والليمون، مثلا مثل انه هو ياخذ فنجان مي قبل السيجاره وفنجان مي بعد السيجاره حتى ما ينزل هذا كله بجهازه العصبي. الاشياء اللي انا اتعاطى معها بواقعيه مع حالي، انا بعرف انه في اشياء نحن مدمنين عليها، حتى السكر الابيض ما بدنا نقعد ننظر على حالنا، نحن بننغرى كثير، بس انسان يعرف قديش عم ياكل سكر ابيض كل يوم، مو غلط انه يرجع يعمل يضرب فرام بهالقصه هي، مو غلط ابدا يعرف انه مثلا كيف بدي اقول لك اذا عنده سكري خفيف وهالقصص هي، كل فتره وفتره هو حاجه لعلاج فيزيائي اكثر من غير انسان طبيعي، لانه متى ما صار دري الواحد انه انسان سكري بده يهتم بالنهايات الطرفيه تبعه، يعني مو غلط اني انا اوقف على روس اصابيعي عندي اياها واقوي العضله الخلفيه لبطه القدمين هي مشان يضل في ترويه الدم، مو غلط اني انا كل فتره وفتره اعمل مساج لقدمي، لانه هلا انت ترويتك مو عادت مثل ترويه القبل، صار في التهابات عم تمشي
يمشي. يعني مرض السكري هو أكبر عامل لالتهابات العصبية، وهي اللي منصادفها بالنهايات. النهايات ما دمت أكلت ما عاد حتى لو تحسن النواقل ما عاد تزبط، لأنه صار في فجوة كتير كبيرة بين النهاية وبين الناقل، يعني فتحت الجسر. فهذا القصة أنه كتير مهم أول ما الإنسان يدرى أنه في حالة سكري فورا يتعاقد مع مركز علاج فيزيائي ليحافظ على طرفه طول حياته. يعني مو لعبة أنه أنا مثلا بعرف أنه السكري 120-130 بلش يطلع اني اقعد اتغافل هالموضوع هذا، لانه انت بهالعمليه هي انت حافظت على اسلاكك اللي موجوده. الشيء الثاني في اعصاب، نحن نقول اعصاب الكولون. اعصاب الكولون هي فظيعه اذا انا اهتميت في شيء اسمه بكتيريا امعاء. بكتيريا الامعاء احسن ماده بتقوي النواقل العصبيه بكل الجسم. اذا انسان اخذ معلقتين لبن من ترويب ايده، مو من السوق او مصل لبن، هذا بيعزز البكتيريا تبع الامعاء. قطعه مخلل ملفوف، هاي القطعه بتعزز بكتيريا الامعاء، هي بترجع بتعمل للنواقل العصبيه اساسا. تعال تفرج على امراض اللي عندهم توحد واللي عندهم مشاكل عصبيه وشغله اكتئاب، تفرج على امعائهم مدمره ما فيها، كلهم عم ياخذوا يصفوا ادويه هالاكتئاب اللي بتدمر الفلورا تبع الامعاء، وهون بقى بيصير خلل النواقل. فلذلك هو بحر الجهاز العصبي. ما فينا بس نقول مثلا 10 دقائق اعطيهم وصفه، بس انا عم حاول اني اقصى ما يمكن الانسان اللي عنده اي مشكله جهاز عصبي ما يغادر عنده الموز من حياته التغذويه، العلاج الفيزيائي، النقطه الثانيه وصفه الحليب والتمر اللي قلت عليها، ما عنده عسل يحط شويه موزه بقلبها، هي بتقوي نسبه الكلس العضوي اللي فايت على العظم، حتى العظم بيهمني انا يقوى حتى يكون عندي كفيء للجهاز العصبي. طيب دكتوره ثواب، بعد اذنك بدقيقه، يعني خلينا نحكي شوي عن الاشخاص اللي بيلاقوا انه هن عندهم بيعملوا تحاليل بيعرفوا انه هن عندهم نقص بالفيتامينات، منبلش ناخذ يعني الحبوب او الفيتامينات بشكل عشوائي، هل هو هذا الشيء صحيح؟ وخاصه ابر البي كومبلكس، اللي هي كل 6 شهور انه باخذ كورس مثلا. هلا انا في لي عتب بهالقصه هي. النقص الفيتامين بي 12 وقت بيتاخذ بحاله ابر، في حال كان في تدمير بالمعده او في قرحه بالمعده مزمنه، لانه بالفعل ما عم يفوت عن طريق الجهاز الهضمي، لكن اخذها لانه لها جرعه سميه هي الفيتامينات. طيب هلا المصادر الطبيعيه وقت بيكون في نقص جديد بالواحد بيحلل هالقصه، لقيتنا نقص بنعمل ناخذ هذول الكورسات الثقيله، لكن مشكله الفيتامينات الكيميائيه الصيدلانيه بتعمل فتح شهيه فظيع. بيجي مريض ديسك بفوت الواحد بيقول له دكتور وخفف وزنك، بيكون عاطي كورتيزون وفيتامينات بي 12، كيف رح يخف وزنه؟ بيرجع بعده على المراجعه الثانيه زايد وزنه 5-7 كيلو. بدنا ننتبه انه فيتامينات بي بالذات بتفتح الشهيه، هي بدنا ننتبه عليها. بعدين شو بيقولوا لك؟ سكر تمك انت بتنحف، لكن في شيء ازعاج بيصيب بالجسم، انه الجسم عم يطلب اكل كثير بنفس الوقت وعم ياخذ، هي اسمها السمنه الدوائيه نحن بنسميها. لذلك بدنا نكون واقعيين مع هذا الموضوع، مو غلط ابرد فيتامين بي 12 بالاسبوع. اذا كان في نقص شديد طبعا الطبيب يكون هو افهم حتى ما يقرا الهي، بس مو والله انا طالع عندك اياها لسه جايني ديسك هلا فورا روح بضرب بالصيدليه تتقبر، بيطلع الواحد بيروح بيحلل فيتامين بي 12 بيلاقيها 1060 حيروح كبده فيها. هذا الحكي ما بيعمل تحسس، يعني مو طبيعي هذا الموضوع وقت بنشوفه هذا، لانه صار شائع انه بنعرف انه في مشكله عصبيه في ديسك، يلا بناخذ الابره بتخفف علينا. صحيح. فهذا الامور هي بتهاون يتعامل فيها بيضرب الانسان كبده، لانه هي مراكز اطراحيه هي لها جرعات سميه جدا عاليه. مصادر الطبيعيه حتى اذا حسن الواحد ما لقى تحسن فيها، في بي اشياء خفيفه لطيفه بالنسبه بجرع ممكن الواحد يتقبلها، لكن انا اللي بيضايقني جدا مجموعه الفيتامينات اللي بتجي فرد الشبه بحبه واحده، هذا مو موضوعي، هذا مو منطقي اساسا. في فيتامينات لا تنقص اذا تواجدت فيتامينات ثانيه، وفي فيتامينات نافست فيتامينات، بس انا بصير عندي اياها عبء على جهازي الهضمي. هذا الحكي. يمكن بدنا حلقه كامله عن الفيتامينات وطريقه تناولها غير حلقه فيتامينات بي كومبلكس او بي 12. شكرا لوجودك معنا دكتوره، اهلا وسهلا فيك. شكرا لك دكتوره.